ناخذ اتصال مع من الاخوه. فاطمه تفضل يا فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور الشيخ تفضلي سؤالك مختصرا لو سمحتي. يا شيخ الوالده عندها ام تشيلها عندها جلطه وجدتي عنيده شوي ما تقوم لها بسرعه يعني، والوالده عندها ضغط وتعصب بسرعه، فهل عليها ذنب انها تعصب عليها وتقومها بسرعه؟ الأخت فاطمة يا شيخ تقول بها الوالدة عندها أمها فضيلة الشيخ تقوم بخدمتها. هذه الأم الكبيرة قد فضيلة الشيخ يصدر منها بعض الكلمات أو تتعصب على والدتها، ما رأيكم في ذلك؟ البنت لا تتعصب على والدتها، بل تحسن القول لها وتبر بها وترفق بها، هذا من البر الواجب، وتصبر على ما يصدر من الوالدة من الكلمات الجارحة وغير ذلك، تصبر على هذا وتحتسب الأجر من الله عز وجل، ولا ترد عليها بالمثل. نعم.